السلام عليكم، انتم في مطبخ نريمه. اليوم ان شاء الله حبيت ندير معكم العجينه تاع الحلوه. انا ندير كميه كبيره، وتقدري العجينه هذه ديري بها عده انواع تاع الحلوه. نبداو بالمقادير. انا كيلت بهذا الكاس زوج تاع السكر غلاس، عفوا 3 كيسان تاع السكر غلاس. عندي 4 بيض وواحدة، عندي 3 بيض وواحدة صفار بيض، ونحيت البياض نخليه نحتاجه من بعد. عندنا هنايا زوج كيسان تاع الزيت، عندنا قرصة ملح، عندنا ماء لافاني معروف صغيرة معمرة، وعندنا هنا 500 غرام مارغرين، وعندنا هنايا زوج اكياس خمرة الحلوى، والفارينة نلمول العجينة. نبداو بسم الله على بركة الله. أنا نحي هذا، قلنا نبداو نديرو المارغرين تكون طرية. أنا قلت لكم ندير كمية كبيرة، تقدري ديري بها عدة أنواع تاع الحلوى. بسم الله، تكون المارغرين طريه باش تساعدكم. ديروا 3 كيسان تاع السكر غلاس، قلتلكم كيلو بهذا الكاس 3، انت ديري كاس اللي حبيتي، المهم ديري عبري بها كاع بالكاس هذا. 3 عبار، 3 تاع السكر، زوج تاع الزيت، نبدا نخلط حتى تذوب لنا ندمج السكر مع المارغرين. نزيدو قرصة ملح، نزيد البيض، نزيد لافاني، ديري مغرف صغيرة معمرة، أنا راني نقطع الفيديو باه ما نطولش عليكم. المهم حتى تتلم العجينة ما ديريهاش بزاف يابسة. نلم العجينة تاعي ونولي لكم نوريكم القوة تاعها باه تنجح لكم. انا درت هنا كيلو تاع الفارينة، درت هذه من الاحسن اختاري الفارينة تاع الحلوى، او مكتوب هنايا تي 45. من الاحسن اختاري الفارينة اللي تجيك، الفارينة تاع الحلوى خير باه تنجح لك العجينة.
درنا كيلو تاع الكريمه، جات ما شاء الله كميه كبيره. قلت لكم ديروا بها عده انواع تاع الحلوى بلا ما تكسري راسك. ديري عجينه واحده جات لاباط تاعنا، العجينة تاعنا جات طرية بزاف. قلت لكم كي ديروها في البلون طراي نسحقوا الفارينة نزيدوا لها الفارينة. نروح نخليها على جنب نكمل نطبع الحلوى. وراني سبقت وشعلت الكوشة على 180 درجة نخليها تسخن. نقصت النار خليتها تسخن. كي ندير الحلوى تاعي نديرها على نار متوسطة. ديبول ديريهم في نوات كوكو في البياض البيض، نرمدوهم في لنواد كوكو وديريهم في الكاسات. قلت لكم عندكم عدة طرق. هنايا هكذا الأصابع
هي سخونه، ديري لها سكر غلاس. انتي شتي كيفاه ما تخلي لهم لاسباس، انا تنفخو مليح. صارت واجده، قلت لكم بالعجينه وحده تخرجوا عده انواع، والتزيين يبقى اختياري. ان شاء الله برك تعجبكم الوصفه، والسلام عليكم الوصفه القادمه ان شاء الله.